وفي هذا الختام المميز. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام يتجدد اللقاء بكم، شوط ينتهي وشوط يبدأ بآثار في هذا المساء وفي هذه الانطلاقات. ينطلق هذا الشوط وهو سابع أشواط مساء هذا اليوم في سن الحقائق في هذه الانطلاقات الأربعة كيلومترات. مشاهدينا متابعينا الكرام، ندعي الفائزين بأشواط الرموز في هذا المساء، السيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري والسيد أحمد بن محمد بن العضيلي العامري، بالتوجه إلى المنصة الرئيسية بالميدان لاستلام الكاسة والبندقية مباشرة بعد هذا الشوط في المنصة الرئيسية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق هذا الشوط ويحمل مشاهدينا العزاء كذلك في طياته هذه الأسماء الخاص بالأبكار الحقائق، وهو سابع الأشواط في أشواط الانتاج الشخصي في هذا المساء الجميل. نسير مباشرة لنتعرف على المركز الأول، وتتقدم مشاهدينا العزاء انتحار محمد بن بخيت بن نوبي العامري، ما شاء الله يا بن نوبي الليلة في هذه المشاركة. بينما ننطلق مع المركز الثاني، والمركز الثاني بنلقى فيه غلا مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم لنا غلا في هذا المساء، بينما المركز الثالث وثالث المراكز تتقدم في غزل وياتي منصور بن محمد بن دحروي العامري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تقدمت زاهية لسالم بن محمد بن حمد راعي الشيجه العامري في المركز الرابع، بينما المركز الخامس الدخول في هذه اللحظة من الزود خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي، بينما المركز في المركز السادس. أما المركز السابع وصلت في سابع المراكز وتقدمت خيرة وياتي سيف بن مسفر بن راشد العميمي. المركز الثامن وصلت المغيرة مغير السيل بن رغاش بن طبازة العامري، والمركز التاسع تقدمت في مثايل راشد بن بخيت بن عني بن مقارح المري، والمركز العاشر عاشر المراكز هنا تتواجد في انذار لأحمد بن سالم بن سعيد الخيالي. هكذا العشر المراكز وياما من السيل. شوفوا أشواط الانتاج شوفوا المرموم وتميزها دائما بهذه الانطلاقات والتحديات. نعود مع هذا السيل الجارف مع هذه الأسماء ونتقدم ونعود إلى المركز الأول، نلقى السيطرة هناك مشاهدين العزاء مع زاهية حمد بن محمد راعي الشيق العامري يقود هذا السرب وهذه الأسماء الكبيرة والرائعة. بينما أشوف المركز الثاني وثاني المراكز شعار رغاش بن طبازة بن الدوده العامري يتقدم في هذه اللحظات وهو على ظهر المغيرة الذي تنطلق سهيل بن رغاش بن طبازة بن الدوده العامري، ووصول في هذه اللحظات وصلت جواهر وياتي الخزع بن محمد بن القرين العامري، والزود خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي، وهناك الفاتنة سعيد بن عمهي بن حميد المنصوري. طارت الحقائق 600 متر الأخيرة، السيارة والزعفران، السويتش يلمع والزعفران والنقط الذي ما تعد بأثمان في المرموم وفي ختام المرموم. لا زالت الفاتنة سعيد بن عمهي بن حميد المنصوري، ولكن هناك يا سلام شوف الانطلاق، شوف التحدي، سهيل بن رغاش بن طبازة بن الدوده العامري، يا سلام غارة مغيرة سهيل بن رغاش بن طبازة بن الدوده العامري. سلاماتنا عناوية، سلاماتنا لأهالي الهير، تستاهل يا راعي نصيبة، تستاهل تهانينا سهيل بن رغاش بن طبازة بن الدوده العامري على هذا التفوق وعلى هذا الأداء اللي قدمت مغيرة الذي غارت بالسيارة والناموس والزعفران. تهانينا وسلاماتنا لأهالي الهير سهيل بن رغاش بن طبازة بن الدوده العامري. بينما وصلت في المركز الثاني المشيرة وصلت في المركز الثاني لمحمد بن حزمي بن قناص العامري، بينما المركز الثالث
المركز الثالث وصلت في بنت صوغان لحاضر بن ساري بن بلوش المزروعي، والمركز الرابع وصول المركز الرابع مشاهدين الأعزاء وهو من قبل جواهر للخزع بن محمد بن القرين العامري، والخامسة المركز الخامس مشاهدين الأعزاء اللي وصل في مرموقة لمحمد بن عتيد بن محمد بن خليفة العميمي. نعود إلى التوقيت الزمني 6:08 قدمت مشاهدينا متابعين الكرام اللي هي مغير السهيل بن رغش بن طبازة بن الدود العامري، وحملت السلامات السيارة والزعفران إلى أهالي الهيار من ميدان المرموم، بينما وصلت في المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات اللي هي منصور الذي وصلت في هذه اللحظات المشيرة الذي وصلت محمد بن حزمي بن قناص العامري، قدمت توقيت زمني مقدار 6:03 و7 من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام أسياد، أو وصلت في المركز الثالث بن صوغان لحاضر بن ساري بن بلوش المزروعي، قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 6:04 بالوفاء والتمام. تهانينا.